بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة بين سبورتس، ارحب بكم في هذا اللقاء اللي يجمع بين فريقي جوانشو ايفرجرانك الفريق الصيني امام فريق فيكتوري ميلبورن الفريق الاسترالي لحساب الجولة الثالثة من دوري ابطال اسيا. عند اللاعب رقم 16 هوانك، هوانك انتهى
يتابع فيه اللعب. باربور سيس بيلمع هناك صابرة من براونينغ عند اللاعب رقم 5 ساك براونينغ اللاعب الانجليزي لبارك جيسون كوري جنوبي تنقل من سوني عند البرازيلي باولينيو. باولينيو لاعب سابق للبارسا لتوتنهام في الانجليزي لاعب رجع لكوانشو هذا الموسم. براونينغ يمر الكرة باونينغ عند سانك سانك يلقى الكرة في منطقة ميلبورن سهلة عند الحارس أكتون حارس مرمى الفريق الأسترالي. دوري أبطال آسيا رغبة كبيرة من أندية كبيرة للفوز والظفر بلقب هذه البطولة البطولة الأولى على المستوى المسابقات الآسيوية للأندية. الصين لعبها 3 ألقاب منهم لقبين من خلال كوانشو إيفرغرانت ولقب لنادي ليونينغ سنة 90 بينما أستراليا في لقب وحيد. الكرة الأسترالية توجد بلقب وحيد سنة 2014 لقب فاز به نادي سيدني ويسترن سيدني بينما الكرة الثابتة لفريق كوانشو إيفرغرانت. تاليسكا أمام اللاعب رقم 9 تاليسكا يصعد يصعد تاليسكا والكرة في العارضة محاولة خطيرة لفريق كوانشو عن طريق البرازيلي اللاعب السابق اللي بيسكتاج التركي لبنفيكا البرتغالي باليسكا وكرة بابر القائم أمام الإعادة ونفرة كرة لاعب البرازيلي كان تاليسكا قريب من الحراس هذا بالتقدم تاليسكا هي الكونية طبعا اسمه أندرسن سوزا كونسي ساو رامي التماس في تنفيذ زانك زانك ليبينغ زانك اللاعب رقم 5 يلعب كرة زانك يرجع كرة عند دانشي في محاكمة المباراة يحتسب خطأ ضد براونينغ عامر جنيب الحكم الاماراتي يحتسب كرة لمصلحة فريق فيكتوري ميلبورن امام كرة تاليسكا اللي تربط القائم من الايسر للحارس اكتون اول محاولة وهي الابرز لحد الان بينما خطأ فاليري اللاعب رقم 21 يستعد امام الحارس زينك تشينك زينغ تشينك يلعب مع كوانشو إيفرغرانت منذ عام 2013 فاز مع الفريق بدوري ابطال اسيا مرتين 2013 و2015 هوندا الياباني يستعد من التسويب لا يختار تمرير كرة داخل منطقة الجزاء إيفرغرانت كوانشو يسترجع كرة باولينيو نبعت كرة من سوني تنتهي خارج الملعب يرجع كورة من جديد لفريق فيكتوريا ميلبورن كورة من باولينيو مرة الكورة باولينيو لسانك سانك يمنط الكورة لتاليسكا تاليسكا بدر لاعب كورة أكثر يسار هذا هو كاو كاو يتقدم كرة كاو يعكس كرة أرضية محاولة خطيرة والهدف
والهدف لجوان شيفرغراند. صعود لمجانب البرازيلي داليسكا. داليسكا يفاجئ دفاع فريق ميلبورن فيكتوريا ويغطي الحارس اكتون والتقدم الصيني براسية البرازيلي داليسكا. رقصة ولد السامبا في الملعب الصينية. رقصة البرازيلي في توقيت مبكر. داليسكا هددهم من خلال كرة بيب. وجه شرس الانذار للفريق الاسترالي وشاهد اللحظة اللي يعلن من خلالها عن تقدم فريقه. النمر الصيني يتقدم على حساب فيكتوري بويز على حساب البيك الازرق الكبير ميلبورن فيكتوري. يقبل هدف اسبقية هامة جدا للفريق الصيني. امامنا كيفن موسكاب مدرب فريق ميلبورن فيكتوري، كان لاعب سابق مع الفريق، لعب في اوروبا في انجلترا مع كريستال بالاس مع ولفرهامبتون، لعب ايضا موسم في اسكتلندا مع فريق رينجرز. براون لتوماس لينك. كرة عند فيكتوري. التمرير من دوناشي بيك لبراون. توماس ديك ترجع كولا من بروكسام. دوناشي يلعب كولا دوناشي في مباراة الفريق الصيني والكولا تتحول إلى التماس. رمي التماس لفائدة فريق ميلبورن فيكتوري. سانك يلعب كرة في مناطق فيكتوري. ترجع مادولاتشي يسترجع كرة اللاعب رقم 21 اللاعب كارل فاليري كابتن فريق مادولاتشي. جيمس توماس بينك فريق ميلبورن. شباكة تستقبل هدف في توقيت مبكر. ميلبورن حافظ على شباكة آخر 13 مباراة في مباراة واحدة فقط. آخر 13 لقاء استقبل 29 هدف قبل هدف اليوم بمعدل 2.2 في المباراة الواحدة. هدف في منطقة الفريق الصيني. الكرة تعود من جديد للفريق الصيني جوانشو. جوانشو آخر مرة استضاف الأندية الأسترالية. آخر خمس مرات استقبل أندية أستراليا، فاز في أربعة وخسر مرة واحدة. 2015 خسر أمام ويسترن سيدني بنتيجة 2-0. أربع انتصارات عند الفريق الصيني. يبحث عن انتصار جديد. داليسكا رايح رايح جدا. داليسكا داليسكا البرازيلي يقطع كرة بالسهم الفايدة. داليسكا وترعية لهدف البرازيلي. داليسكا المتألق المتوهج. كرة سكنها في الزاوية الصعبة والبعيدة على حارس مرمى فريق فيكتوري ميلبورن. داليسكا يعلن عن البداية القوية والصارخة للفريق الصيني. التايجر يتمكن من زيارة مرمى الكانجارو للمرة الثانية. هذه المرة داليسكا بفنية كبيرة يضع كرة في الزاوية صعبة وبعيدة لحارس مرمى فريق فيكتوري اكتون. 2-0 وابتسامة كانافارو. صعبة صعبة أكيد من خلال رد فعل البدلاء. صعبة من داليسكا. صعبة على أي حارس مرمى. 2-0 في توقيت مبكر في أول 10 دقائق في ملعب تياني ستاديوم. جوانشو الصيني يتقدم 2-0 على ميلبورن فيكتوري. كرة عند هولدا فريق جوانشو اللي يتألق من البداية. جوانشو الواقع جنوب الصين على ضفة نهر اللؤلؤ. كرة عند باولينيو. باولينيو باولينيو بينما حكم المباراة يحتسب خطأ. خطأ لمصلحة فريق جوانشو. جوانشو
الواجهة التجارية والسياحية بالصين، يسميها البعض مدينة الشملة، تباع فيها البضاعة بالشملة. أيضا مدينة جميلة فيها طبيعة خلابة. البرازيلي يتألق اليوم بثنائية على دك البرازيل اللي تكلم البرتغالية. البرتغاليون وصلوا إلى هذه المنطقة في القرن السادس عشر. كورة بالتاليس، كانت ضربة مرمى. كورة تنتهي خارج الملعب إلى ضربة مرمى لفائدة ميلبورن. بداية صعبة على ممثل الكرة الأسترالية وانشو إيفر جرانت، النادي اللي يبحث عن مجد جديد آسيوي، عن فرصة تحقيق اللقب الثالث على مستوى البطولة للتساوي مع الكوري الجنوبي بوهانغ. النادي الصيني وانشو يلعب على هذا الملعب، ملعب تيانهي، تأسس سنة 1954. فريق كوانشو ايفرجراند ترجع كورة برمية بركلة حرة غير مباشرة. كورة ترجع من جديد. ومحاولة بناء الهجمة والانطلاق مرة أخرى. ينطلق باولينيو يتقدم، باولينيو سقط الحارس، تبعد كرة الدفاع مباراة اليوم. قد ينهيها الفريق الصيني بحاسة كبيرة، قد تنتهي المباراة بحاسة كبيرة وسط تراجع كبير في الأداء الأسترالي. وعند بارك جي سو لمسة يد واضحة، وحكم المباراة يحتسب كرة ترجع بخطأ. داليسكا جاهز، داليسكا التسويب بسرعة، وحكم المباراة يأمر بإعادة تنفيذ الكرة. حكم المباراة سينفر اللاعب الصيني اللي اعتبر ان اللاعب الصيني سدد كرة. من دون الاستماع للصافرة، امامنا كان نافارو بطل العالم مع ايطاليا في 16. المدافع المعروف اللي يقود كوانشو ايفرجراند على غرار مؤتمر تشيلو ليبي. كان نافارو للصال وشال في الملعب الايطالية. إذا كرة بيب تاليسكا أقرب، تاليسكا سيختار التسويب. التسديد والحارس المرمى، كرة عند فاكتون، توقفت عند فاكتون حارس المرمى فريق فيكتور ميلبورن. ترجع كرة محاولة من أخرى، كرة من جديد عند فريق ميلبورن فيكتوري. فريق يواجه صعوبات كبيرة، استقبلت مرمى هدفين في أول 10 دقائق. كرة عند بيدينك، كان نافارو الإيطالي الشهير
يحاول ان يحقق النجاح مع كوانشو مدرب نادي تيانشين. ارجاع لقياده كوانشو مره اخرى. كانت كوانشو موسم 2014-2015 كره في مرتك فريق كوانشو. الكره خارج الملعب. كوانشو بطل الدور الصيني تشاينيز الاف اي سوبر كاب، فاز به العام الماضي في 2018. تحت قيادة الكابيتان إل بيلو المورو دي برلينو، جدار برلين سموه. توج بمونديال 2006 في برلين مع إيطاليا بركلات الترجيح على حساب فرنسا. كرة عند اللاعب رقم 9 بارباروسيس، التمرير عند ترويزي جيمس ترويزي أمامنا. اللاعب الاسترالي الكرة اللي خارج الملعب إلى ضربة مرمى. كرة ترجع من جديد. فاز بلقب الكأس الصين اف اي العام الماضي فريق كوانشو، وعلى مستوى الدوري حل احتل المركز الثاني خلف البطل فريق شانغهاي. ثاني الدور الصيني. الصين عندها أربع فرق في إطار دوري أبطال آسيا من خلال شانغهاي كوانشو شانتونغ وبيشينغ كواو. كرة تلعب عند براونيك، تلقى الكرة في اليمين لتشاو تانيسكا. هذه محاولة لصالح الفريق الصيني، والكرة تبعد من ستوربرو. يحاول كرة خارج الملعب. المحاولات الصينية مستمرة. يضرب تاليسكا يلعب كرة تاليسكا في اليسار لبارك شيسو. ترجع لتاليسكا. بارك شيسو الباص قوي من تاليسكا، والكرة تنتهي للتمس. بطل هذا اللقاء إلى حد الآن تاليسكا صاحب الثنائية في توقيت مبكر جدا. خسارة اليوم لفريق ميلبورن فيكتوري تبعد الفريق عن المنافسة. فوز اليوم هيروشيما يمكن هيروشيما من التساوي مع فريق تايجو الفريق الكوري الجنوبي. وفوز اليوم فريق كوانشو يصبح كل فريق عنده 6 نقاط. تايجو الصيني الكوري، كوانشو الصيني، وهيروشيما الياباني. 6 نقاط عند كل فريق. خلاص يبتعد اكثر ميلبورن على المنافسه. حسابيا ما زالت عندها امال، ولكن اول 3 هزايم تبعد الفريق اكثر حتى معنويا. كرة ترجع مرة اخرى عند باولينيو. الجولة القادمة فريق كوانشو سيلعب في ميلبورن. مباراة ستقام على ملعب ميلبورن فيكتوري. ودايجو الكوري الجنوبي يستقبل سان فرانسيس هيروشيما. الكرة مازالت في الملعب عند الفريق الصيني. التمرير لزانك. زانك يتقدم. زانك داخل منطقة تهدم ارتفاع. ترجع من تاليسكا بينما هناك صابرة وحكم المباراة تحت السبخة. أمامنا اللاعب ستورمرو اللاعب رقم 2. كرة استرجاعها مرة أخرى فريق ميلبورن فيكتوري. هذا الحارس أكتون. هدفين في مرماه لا يسأل عنهم إطلاقا. كرة من جانب اللاعب دينك عند دوناسي. ستورمرو جيمس دوناسي المعار من دراغونز الكوري الجنوبي. تصل الكرة عند هوندا. برايسي ينطلق حكم المباراة يحتسب خطأ لفائدة الفريق الأسترالي. بينما هناك انذار
ciao. Hitler cantare, ciao. Edo la, blacco sa pesce, ciao. La vostra mai dire per quancio. Nfam bidejta dal'am 2019. Edo ma nedi Jackson Yatai. شاري فريق كامل بفيكتوري التمرير عند اللاعب ديك جيمس توناشي هونتا هونتا يرجع كرة لستورمرو كرة معادل وراء توناشي سيكون عن بينك براون لكنات سريعة يقطع كورة زانك كورة معادلة للوراء من هوانك حارس المرمى تشينك يرجع كورة سبعيدين تعود فريق ميلبوري برايسي الكورة سهلة عند الحارس زينك تشينك زينك تشينك Brownek, Sank, Taleska, Gorata and Sonny, Paulinho, Sonny, Ciao, Sank, Taleska, بينما يتدخل اللاعب بينك ويحول كرة للتمس. هذا هو تاليسكا كرة تلعب من وانك اللاعب رقم 17 كرة داخل منطقة الدفاع يتابع مازالت محاولة خطيرة باولينيو بيع كرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى لفريق ميلبورن فيكتوري هذا هو باولينيو جوزي باولو بسيرا جونيور المعروف بباولينيو لا بص ميدان لفريق جوانشو ايفر جرامبل ضربة مرمى لمساحة فريق فيكتوريا ميلبورن يلعب كولاكتون حارس مرمى ميلبورن صعود من تويفونيل اللاعب السويدي لاعب سابق للبيز في ايندهوفن لعب في فرنسا مع ريال مع تولوز لعب في الانجليز مع ساندرلاند مرمى التغطية من مدافع كوانشو الحكم يحتسب ضربة مرمى أمامنا بارك شيشو لاعب سابق لشوغلام انضم بداية 2019 بارك شيشو أمامنا المحاولة الأخيرة كرة صدمت بلاعب ميلبورن فيكتوري وتحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة الفريق الصيني جوانشو عند بيربي بيربي جوانشو بيربي كانتون جوانشو ايفر جرامب وجوانشو ار اف اف جوانشو الار اف المنافس الثاني في كوانشو كرة ترجع لوراء من براون هذه محاولة لأن الكرة تلعب داخل منطقة الدفاع يسترجع كرة فريق كوانشو يلعب كرة تاليسكا بسرعة التمرير في اليسار عند جاو باولينيو جاولين يرجع كرة اللاعب يانك جاولين كابتن الفريق تصل كرة عند براونينج
لزانك يحافظ الكره فريق غوانشو فيرجراند. تسرع عند اللاعب بارك جيسو. تمرير من هوانك. بارك جيسو تبقى الكره عند الفريق الصيني. تقدم الكرة من جانب بارك جيسو. كرة معدل وراء مازال يتحكم الكرة فريق غوانشو ايفر جرامب. البحث عن فرصة لإحراز هدف ثالث فريق غوانشو بعد مرور أربع جولات من الدور الصيني. يتصدر الدوري ب 12 نقطة صحبة بيكين كوان. فيما في الدوري الاسترالي ياتي ميلبورن في المركز الثالث. الصداره لبيرث جلوري ب 64 نقطه. فيما ياتي سيدي اف سي في المركز الثاني ب 48 وميلبورن في المركز الثالث. المرحله الاولى قاربت على الانتهاء بعد مرور 24 جوله من الدوري الاسترالي. عند اللاعب تاليسكا بالكعب يمرر والكرة تنتهي خارج ملعبه. ميلبورن فيكتوري في الجولة الماضية خسر أمام سيدي اف سي بهدفين مقابل واحد. بينما غوانشو فاز في ديربي غوانشو على غوانشو الار اف. فاز بهدفين دون مقابل ثنائية تاليسكا. تاليسكا المتألق يعني قبل ثنائية اليوم يسجل الثنائية في ديربي غوانشو. أيضا تاليسكا ساهم الهدف الوحيد في لقاء باليان أمام غوانشو بالجراب. اليوم يتألق تاليسكا اللاعب اللي سجل المناسب الهدف الرابع ليه في دوري أبطال آسيا. سجل هدف من هدفي غوانشو في مرمى سان فريزي هيروشيما وسجل هدف الوحيد لغوانشو امام بايجو في اللقاء اللي خسر غوانشو 3-1. واليوم ثنائيه تاليسكا يلعب كره في تاليسكا كنترول من باولينيو والكره السهله عند الحارس اكتون. امامنا لاعب السبعين باولينيو. تاليسكا صنع لعب فريق غوانشو ايفر جرامب. لاعب يلعب خلف المهاجم كاولين. يلعب كسر العاب كمهاجم ثاني. بينما الكرة تتحول لخارج الملعب. الكرة تبقى إلى الركنية. أمامنا موسكات مدرب فريق ميلبورن. تفاجأ فريق ميلبورن فيكتوري بالأسبقية. سباقية منحت فريق غوانشو ايفر جرامب ثقة كبيرة. ريحت فريق الصيني. كرة في مناطق غوانشو. المتابعة من هوانك. هوانك يراجع كرة هوانك عند بارك جيسو. بينما هناك سابرة أمام اللاعب رقم 6 بروكس هام. فيما إصابة تاليسكا. تاليسكا هو رأس المال. هو رأس مال الفريق الصيني. ولأن يعني رأس مال نادي غوانشو رأس مال كبير النادي. رأس مال فنية في الملعب. إذن متوقف اللعب في هذه الأثناء. نادي غوانشو ايفر جرامب نادي لعب فيه روبينيو البرازيلي. روبينيو لاعب السابق لريال مدريد مانشستر سيتي الإنجليزي لميلان الإيطالي. لعب عام 2015. لعب مع أيضا غوانشو
Alessandro Diamante Taglieri, Umoatla, Alberto Gerardino. لعب الهدف الأول اللي سجله تاليسكا بالمرة السيئة بعد تمرير ممتازة من كاولين. إسبقية مبكرة عن فريق تاليسكا خلال الضربة السيئة. خدم مكان ممتاز في مناطق فريق ميلبورن. في من الهدف الثاني هي الكرة نفسها ويصوب في الزاوية البعيدة. ثنائية للاعب البرازيلي رائعة في مرمى الفريق الأسترالي. كرة عند دينج براون. ويفونين دوناسي هوندا المتابعة والتغطية. يسترجع كورة الفريق الصيني. كورة في اليمين عند بيس هانك. تاليسكا تاليسكا يتقدم الكورة. تاليسكا تاليسكا محاولة خطيرة الدفاع. بيرج يبعد كورة. يرجع كورة عند الفريق الصيني. سانك يمرر. وانك كورة في اليسار عند بارك شيسو. كاولين باولينيو. كورة عند وانك. مازال يتحكم بالكورة الفريق الصيني. باولينيو يلعب كورة في الميلان في تاليسكا. تاليسكا كورة داخل منطقة والدفاع. ترجع مناظر استرالية. الفريق الاسترالي مشاكل كبيرة في كافة خطورة الصينيين. يلعب الفريق الصيني مرتاح في مناطق ميلبورن يحضر بصورة تامة. كورة من توماس ديج عند اللاعب بروكسام. بروكسام في اليمين لستورم رو. ستورم رو لجيمس ترويزي. جيمس ترويزي يمرر مع انطلاقة لهوندا. هوندا 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 يرجع الكرة هوندا لبروكسام. ترجع للإمبراطور الياباني. هوندا هوندا كرة تصطدم للاعب سوني. ترجع بهجمة سريعة محاولة لصالح الفريق الصيني. كاولين كاولين يتقدم. كاولين في انتظار مسدد. كاولين باولينو يسدد. باولينو يسدد الحارس. ترجع لكاو شكون كاو والإماراتية برسر اللعب. يطالب ضربة جزاء كان نافارو. هنا في مناطق جوانشو كان نافارو طاقم كل إيطالي. مساعدة شقيقة باولو. يعني أنا وأخي أنا وأخي على الأسترالي. باولو كان يلعب مع نابولي بارما. اختتام الشهورة مع ساسولو. اليوم باولو مساعد لشقيقة فابيو. باولو كان ملقب بالدندي. من المحاولة الأخيرة والدفع الواضح. من كرة باولينيو تصدى للحارس. كان في تاتش ولكن استمر اللعب. كرة من تاليسكا يرجعها الوراء. تاسع كرة عند سينج تشينج. التمرير لبراونينج. يلعب كرة براونينج. كرة في مناطق ميلبورن وخروج الحارس. أكتون نرى في آخر 10 دقائق من نهاية الوقت الرسمي في هذا الشوط الأول. والنتيجة تبقى تقدم جوانشو إيفرغراند على حساب ميلبورن فيكتوري بهدفين مقابل 0. فاليري يتقدم لعب الصعيدين. ترجع من شمس ترويزي توقف في اليسار عند اللاعب باربر. التصدي لحارس المرمى. كرة ضربة الدفاع تبدأ يسلم. بارباروزيس. كرة اللاعب بارباروزيس اللاعب النيوزيلندي من أصل يوناني. كرة تصدى للحارس تشينك. ضربة مدافع الفريق الصيني. طبعا رجع الكرة لم يكن مقصود لهذا حارس المرمى. أمسك بالكرة. كرة عند توماس دينكي. توماس دينكي
السلام عليكم شباب اللعب هواك لبارك شينسو بارك شينسو هواك تشاو براونيك فاليسكا ايش محاولة سقوط لاعب الفريق السيدي اللاعب يانك اللاعب الصبر هذا هو اللاعب يانك اللاعب رقم 17 كان يطالب بخطا يانك ليو كرة عند اللاعب جيمس ترويزي تمرير بستورمرو ستورمرو هوندا ستورمرو فرصة خطيرة وفي الشارع بتسلل كان كويفينوين كويفينوين اللاعب السويدي كان في وضعية تسلل اولا اولا كويفينوين امام الاعاده مره اخرى كان متقدم بخطوه على المدافع بارك شيسو مدافع الفريق الصيني جوان شيفر جراند امام اللقطه الاخيره اللي كان يطالب بخطا اللاعب يانك كرة مشتركة مع بيك مدافع فريق ملبورن. سانك لبراونينج. براونينج الكرة تبعث. ترجع من جديد لمصلحة الفريق الصيني باولينيو. باولينيو يتمهل. يلعب كرة باولينيو عند اللاعب تشاو. باولينيو تصل الكرة عند براونينج. نقل الكرة من سانك. ينطلق تاليسكا. تاليسكا يقدر شمرين يدو البرازيلي تاليسكا 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 يلعب كرة في مناطق الفريق الاسترالي ورصيد باولينيو بعد الحارس اكتون كرة على مستوى القائم الثاني التمهيد شوف العدد كرة من تاليسكا كاولين عند باولينيو كرة اختفى باولينيو ولكن كانت سهلة عند الحارس اكتون دائما باولينيو السالب لاعب وسط ميدان ولكن يقوم بالمصادره الهجوميه باستمرار التمركز دائما في منطقه الفريق الاسترالي كره تلعب في الجهه اليمنى عند اللاعب ستورمرو هوندا 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 والمتابعه من جانب اللاعب يانك توماس ديك نقل الكره لراون راون يتقدم الكرة تلعب كرة بترويزي فيما تدخل من جانب اللاعب رقم 4 براونك المدافع الانجليزي يحول كرة خارج ملعب الركنية ثبات في اداء مستوى الفريق الصيني بينما الفريق الاسترالي اللي تفاجأ بهدفين في مرمى يحاول يرجع للمباراة بعد الصدمة المبكرة ركنية في تنفيذها هوندا هذا هو هوندا اللاعب الياباني يلعب كرة على مستوى القائم الأول تتحول للركنية ركنية من جديد لفريق فيكتوري ملبورن هذا هو الكرة جنوبي بارك اللي حاول الكرة خارج الملعب مرة ثانية في التنفيذ هوندا هدف يغير المباراة هدف لو تمكن من تسجيل الفريق الاسترالي يغير من اداء مردود الاستراليين امام الحارس زيك تشيك اذا في انتظار تنفيذ هذه الكره ركنيه في تنفيذ هوندا هوندا يلعب كره بشكل مقوس التغطيه من كاولين ترجع كرة من جديد لفائدة ميلبون فيكتوري هوندا يلعب كرة داخل المنطقة بارك قام بالتغطية وحاول مسافة قائمة لميلبون الدفاع الصيني يستخلص كرة ترجع بهجمة سريعة تاليسكا باولينيو باولينيو يتقدم البرازيلي باولينيو يوصل التقدم باولينيو 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 كرة خطيرة فرصة تغطية هنا هدف الثاني الهدف الثالث عن طريق اللاعب يانك يانك يصوب التجربة اختار التصويب كرة تفرق بين يدي الحارس
باولينيو. باولينيو عند اللاعب يانك، ويانك إغالة الحارس أكتون، والنتيجة 3-0 بايجرز النمر الصيني. يسجل الهدف الثالث، 3-0 فرحة المدرب كارنافارو بثالث الأهداف. 3-0 الشوط الأول ممتاز لفريق جوانشو إيفرغراند، لأول مرة جوانشو يسجل 3 أهداف في دوري أبطال آسيا. هدف اللي كان أول الميدان الفائز لهيروشيما 2-0. اليوم 3-0 ينهار الفريق الأسترالي اللي خسر بثلاثة على ميدان فريق دايشو الكوري الجنوبي 3-1 في ميلبورن. كرة تلعب من جانب اللاعب بارباروزيس، هوندا يعكس كرة عرضية، هوندا السلم عند سينج تشينج. آخر لحظات الشوط الأول، شوط كبير من جانب جوانشو إيفرغراند. تألق مولفت لتاليسكا، مجهود كبير باولينيو أيضا الفريق الصيني. السباقية المبكرة مكنت الفريق الصيني من التعامل مع المباراة بثقة كبيرة بتنظيم عالي. صعب المهمة أكثر على فريق ميلبورن، حكم المباراة يحتسب خطأ. والموجة الصينية في ملعب تيان هي احتفالا بالسباقية اللي يفرضها فريقهم في الشوط الأول. السباقية مستحقة 3-0 على حساب فريق ميلبورن. كرة من دراتشي تلعب في مناطق جوانشو إيفرغراند، سهلة عند الحارس سينج تشينج. درجة الثانية من جديد لجوانشو. جوانشو اكتسب خبرة كبيرة على مستوى هذه البطولة دوري أبطال آسيا. جوانشو اللي كمان كان يطمح للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في التاريخ هذا النادي، نادي حديث العهد آسيويا، ولكن بدأ يفرض نفسه. أصبح له الاسم يحسب لي ألف حساب. كرة عند فريق الأسترالي عند هوندا، نلعب في الدقيقة الأخيرة في هذا الوقت الرسمي لهذا الشوط. تويفونين اللاعب السويدي، أولا تويفونين يرجع كرة لتسديدة من شمس ترويزي. كرة عند الحارس سينج تشينج، حارس مرمى جوانشو إيفرغراند. الوقت الرسمي اكتمل كم سيضيف وسيقدر حكم المباراة كوقت بدل ضايع. كرة من براونينج في اليسار عند اللاعب بارك شيسو. الحكم عامر شليبي يقدر دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. كرة تصطدم اللاعب بروكسام، تصرف اليمين عند زانج. زانج لباولينيو، باولينيو تقدم الكرة. باولينيو كرة طبعت من دينج، رامي التماس لجوانشو إيفرغراند. كرة تلعب من جانب اللاعب زانج، يرجع كرة زانج، تنقل الكرة من جانب اللاعب هوانج. هوانج في اليسار عند كاو زوني لتشاو. الاحتفال بالكرة من جانب الفريق الصيني. بارك شيسو زاني، وفي هذه اللحظة صافرة الجنيبي تعلن انتهاء الشوط الأول. لقاء جوانشو إيفرغراند الصيني أمام ميلبورن فيكتوري الأسترالي، شوط ينتهي لمصلحة الفريق الصيني بنتيجة 3-0. مشاهدينا الكرام استراحة قصيرة ثم نعود لمتابعة الشوط الثاني من هذا اللقاء.